الفروق بين الموصلات والمحاليل الموصلة. الموصلات: عند مرور التيار في الموصل فإنه يرفع حرارته فقط ولا يحدث فيه تحلل كيميائي. المحاليل الموصلة: عند مرور التيار الكهربي خلال المحاليل الموصلة يحدث لها تحلل كيميائي. الموصلات تسمح بمرور التيار الكهربي خلالها وهي في الحالة الصلبة، والسوائل الموصلة تسمح للتيار الكهربي بالمرور خلالها وهي في الحالة المنصهرة أو الحالة المائية. في الموصلات انسياب التيار بسبب وجود إلكترونات حرة، وهذا تغير فيزيقي. في السوائل الموصلة انسياب التيار بسبب وجود أيونات حرة الحركة، إنه تغير كيميائي. أمثلة للموصلات مثل الفلزات، مثل الحديد والنحاس إلى آخره. أمثلة للسوائل الموصلة: محلول مائي NaCl ومحلول مائي CuSO4 إلى آخره.